سليمة، اليوم الغصات متاعنا هي خبز امباسس. دونك باش نخدم خبز امباسس بالسميد، عندي كيلو سميد عليه 200 غرام فرينة. هنا باش نحط السينوج، باش نحط الفاح متاعو اللي هو السينوج، ثلاثة مغارف تاع قهوة، أربعة، خمسة مغارف قهوة. أنا نحب السينوج. باش نحط زيدا البسبيس اللي هي هكا حفينة، باش نزيدها حفينة شوية أخرى، هكا برسك حفلتين بسبيس. ومش نحط أنا من عندي شوية جلجلين، اللي يحب يحط جلجلين يحط، اللي ميحبش ميحبش. هاك ثلاثة مغارف جلجلين. وعندي على الكيلو، الكيلو 200 غرام فرينة أو سميد، يعني هو كيلو سميد عليه 200، معاه 200 غرام فرينة. مش نحط هي 24 غرام ملح، انا باش نحط 23 كهو، نقصت غرام. وتوا مش نحط اللي يعطينا الملون المزين امتاع امتاع الملح امتاع سامحني خبز المبسس، وهو الكركم. لهنا انا غطيت الملح باش الملح ما يقتليش الخميره متاعي. باش نحط حط مغرفة الأولى اللي معبية كبوس، والمغرفة الثانية ناقصة شوية. دونك ونحركهم ونشوف. حط أنا الكركم نتاعي ريحته قوية، ما نحبش نكثر برشا باش ما يعطيش طعمة المرارة. وعلى الكونتيتي هذي عندي 240 غرام زيت، باش نوزن 240 غرام زيت. هاك خلطنا 137، قلنا 240، ثلاثة غرامات حق البركة. وتوا انا مش باش نحط سكر، لما ما تحطوا عليهم 20 غرام سكر، انا مش باش نحط سكر، باش نحط مغرفتين عسل. هذه مغرفة شوية، وهذه نوريكم مغرفة ثانية، وهذه الثانية من العسل. اونتخ بارونتيز حتى ما يدفى. مش نكمل، نحط من بعد الخميرة. الخميرة مش نحطو، ونحطو من طب بعدها هكا شوية خلطهم هكا دوبليش الملح والزيت باش تطلع لنا الخميرة. دونك عندي دوب بزيت باكويت نتاع 10 غرامات، طبعا مش نحطهم كلهم يتخلطوا في بعضهم ويتبسسنا مليح مليح، السميد والفرينة يتبسوا مليح مليح. بعد نرجع لكم.
ده مش ندخل المكونات الكل بعضها ويدخلك الزيت في السميد بالجدي بالجدي بس تجينا خبز بس منيح منيح. طيب الخبز بتاعنا سيبون بس سميح البات لكل السميد لكل بس سميح منيح كما تراو الكولور اصفر مزيان على الاخر. دونك مش نبدا نزيد وهنا عندي 600 غرام ماء دافئ سخونه شويه باش يخمر لي فيسه فيسه. دونك مش نخدم ونبدا نصب. باش نبدا نخدم ونصب ونخليها لين تتلم البات وتتعجن السميد يتعجن وهو هكاك يابس ومن بعد نزيدو بقية الماء حتى العجنين وهو البات يابسة ماهيش طرية البات يابسة هذيك تطلعنا ريزولتا باهية في كل ما هو سميد وما هو فرينة خاصة السميد. كما تشوفوا لهنا البات نتاعنا تلمدت دوك مش نخليها تتخدم شويه باش نزيدها شويه ماء باش ما تهلكش العجينه. دوك خليها تتخدم لمده 20 دقيقه بالعجينه ومن بعد نرجع لكم. كان نخدم فيها والبات نتاعنا يبسه ماهيش طريه البات دونك مازال عندي كونتيتي تاع الماء ما كملتش خرج. طبعا مش نخليها تتعجن 20 دقيقه ومن بعد نكملها بقيه الماء. لهنا كملت 10 مينوت الاولاني بالعجنين وهي يبسه كيك البات شيحه. طبعا مش نزيدها 10 مينوت اخرين اما مش نكمل لها بقيه الماء. رجعت لكم لهنا تحصلت على البات هذية بلاستيكي طرية وما متلصقش في اليدين. نجيب لهنا الطبق يتحب تعمل الكعبرات متاعك وتوزنهم ما إلا هكا عينك موزينك نكعبروهم هكا بخير متساوي.
ناخد ميه ونستعمله ك كلها ما بيناتهم. باش نحط كيبة في النص ونبللها الكوتين بتاعها باش نلصق عليها، وهذه هي البارتي اللي خلاص هذا كيف كيف، ونبللها الكوتين بتاعها ونلصقها، وهذا كيف كيف نبللها الكوتين بتاعها ونلصقها بحتها. نتاعي خمروا وعملوا 66 كيف تفرجوا، هذا ما كيفاش خمرت ولصقت بعضها وكبرت، وهذه كيف كيف وهذه سيبون خمرت. دونك توا مش نخدم الكوشة على 250 لمدة 30 دقيقة ولا 40 ولا 20 دقيقة، انا وقوة الكوشة يعني كل واحد وقوة كوشته. الخبز كيف هكا يتيب يا اما في مدة نصف ساعة، وفما كوش اللي بتاعو مهمش قويين برشا يتيب في 40 دقيقة. دونك انا مش نخدمه وبعد كي نقعد نعس عليه، مش نعطيه 20 دقيقة من اللول وبعد نزيدو اذا كان وقاه مزال ناقص، مش نحط السخانة على 250 درجة. الزيت نتاعي كيفاش نفجو كيفاش بداو يتيبو انا خليت باش نوريكم انتما ما تحلوهاش. هذه هي لاستيوس اللي قلت لكم عليها في الفيديوهات السابقة متاع الخبز كي نجيو نطيبو في الكوشة، على خاطر ما عدناش بخار ما عدناش بخار في الكوشة، دونك باش يجينا الخبز طري مش يابس. دونك هذا من الخبيزات متاعي، شوفوا ما شاء الله كيفاش مازالو هذا ما طابوش الكل، الله مازال ما طابوش هكذا. دونك خلينا نكملو نخليهم يتيبو ونوريكم الرزاق توا قلبتهم الوطني ولا الفوق والفوقاني ولا الموطا، هذاك بدا يعطي في كل غدوة. ليه هذا مازال مخداش كل غدوة هنا من الفوق، دونك مش نخليه يزيد في شوية كل غدوة هنا، و سي بون بريسك عندنا نكملو.